مرحبا شباب، كل المربين يعانون من بطء بنمو أسماكهم، واليوم راح أشوفكم واحد من أهم الأسباب اللي تسبب بطء نمو الأسماك. عندي أسماك الكوبي ربيتهم بصورة منفصلة بثلاث أحواض، أحجامهم تختلف. لاحظت السمكة اللي تربت بحوض سمك صغير أثر على نموها بصورة كل سلبية، لأني لاحظت السمكة اللي تربت بحوض سعة 300 جالون يعني تقريبا 900 لتر حجمها صار أكبر من السمكة اللي تربت بحوض حجمه 20 جالون يعني 60 لتر، وهذا ينطبق على بقية الكائنات. فمثلا الفيل الآسيوي أصغر من الفيل الأفريقي لأنه يعيش بالغابات الكثيفة، يعني مساحة حركته تكون محدودة، بينما الفيل الأفريقي يكون حجمه أكبر لأنه يعيش بالأحراش والمروج الواسعة والمفتوحة. وأكو مسألة مهمة أريدكم تعتنون بها، وهي كمية الأكسجين بالماء. لاحظت كمية الأكسجين بالأحواض الكبيرة هي أعلى من كمية الأكسجين بالأحواض الصغيرة، والسبب هو يكون أنه سطح الماء بالأحواض الكبيرة أضعاف المساحة لسطح الماء بالأحواض الصغيرة. هنا تستفاد أنه الأحواض الكبيرة يسهل عملية دوران الأكسجين بكمية أعلى من الأحواض الصغيرة. زين، إحنا إذا عدنا أحواض صغيرة شلون نقدر نرفع كمية الأكسجين بيها؟ يكون الجواب بكل بساطة هو نزيد كمية الفقاقيع بداخل الماء، ومن الأفضل أن تكون هاي الفقاقيع حجمها صغير على مود تذوب أسرع بالماء قبل ما تطلع للسطح. وعلى مود أقرب لكم الصورة على أهمية الأكسجين بحجم الحيوانات، نأخذ مثال الفرق بين الحصان العربي والحصان الأوروبي. مثلا الحصان الأوروبي راح نلاحظ حجمه أكبر من حجم الحصان شبه الجزيرة العربية، لأن الحصان الأوروبي يعيش ببيئة تحتوي على غطاء نباتي واسع اللي تساعده على تشبع جسمه بالأكسجين، واللي راح تسهل زيادة حجمه، على عكس الحصان العربي اللي يكون جسمه صغير لأن المنطقة اللي يعيش بيها يكون نسبة الأكسجين أقل، وراح يحتاج إلى طاقة أكثر بالحركة بسبب ارتفاع درجات حرارة الجو. أما العامل الثالث والمهم هو التغذية الصحيحة، وبصراحة لاحظت التغذية الصحيحة دورها أقل تأثير بزيادة حجم السمكة، وراح تلاحظون أنه أسماككم ألوانها حلوة وصحتها زينة بس حجمها صغير، لأن مثل ما قلنا ما عاشت بحوض كبير، واحتمال كمية الأكسجين المذاب بالماء تكون نسبتها أقل. بالإضافة إلى ذلك لازم عندكم نظام فلترة مياه فعال. وعلى سبيل المثال هاي الأسماك الكوبي اللي أنا حاطة لكم إياها عينة، هذني عمرهن نفس العمر ونفس اليوم اللي انولدن بي، أنا مربيهن من أول يوم انولدن، ولكن أنا ربيتهن بأحواض منفصلة. يعني هذا الذكر تربى بحوض سعة 20 جالون أي 60 لتر، والسمكة الأنثى الثانية تربت بحوض 120 لتر أي ما يعادل 40 جالون، والسمكة الثالثة تربت بحوض 900 لتر أي ما يعادل 300 جالون. تلاحظون الحجم المتفاوت بهذه الأسماك. تلاحظون هاي السمكة بالوسط، هذه تربت بحوض سعة 900 لتر، يكون حجمها وصحتها أحسن من بقية الأسماك. ولكن على العموم هم صحتهم ثلاثتهم زينة، بس راح يصير عندنا اختلاف بالأحجام، وهو هذا اللي أنا حبيت أن أروح عليه وأسوي لكم فيديو عليه. ولا تنسون نظام فلترة جيد، وتحافظون دائما على درجة حرارة ما تقل درجتها عن 15 درجة مئوية وما ترتفع فوق 24 درجة مئوية. تحياتي لكم.